الله نبدأ ودائما به البداية وعليه نتوكل ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق والنجاح. جمهور الأصالة والتراث، أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور. نرحب بكم أجمل الترحيب من هنا من أرضيات هذا الميدان، ميدان رقيعات لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023. لحظات قليلة وأعلنت أول الانطلاقات، أول التحديات. الله يا الفطامين، صندوق ميدان رقيعات في هذا الانطلاق خاص بالفطامين. المسافة هي 1500 متر. أعلنت هذه الانطلاقة، هذه التحديات الكبيرة والمثيرة. أسير مع الصدارة، مع المركز الأول، من تتقدم الهدة، من تنهد على المركز الأول. عبد الله بن علي بن روية الدرعي، والمركز الثاني من الجانب الآخر القادم الشاهنية مانع بن سلطان بالصريد الدرعي. يا مرحبا يا أبو سلطان على هذا القدوم. المركز الثالث التماس أحمد بن علي بن ضبيب الدرعي، من يأتي على المركز الثالث. والمركز الرابع الشاهنية أحمد بسيب الغاوي الدرع، ولكن الله يا سلام على الهدة 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 والعصف البطان بدون يوامر. حتى هذه اللحظات روح روح يا راعي مردف، روح مع البداية. الله يا الهدة عبد الله بن علي بن روية الدرعي، ولكن حذاري القادم المنطلقة الشبابي الشايبة، من تتقدم خليفة بالسيود الدرعي من يوم، لكن هنا الله الله يا سلام على الهدة، من تنهد على المركز الأول في هذا المسار والعصف البطان بدون يوامر بدون تحديات. تنطلق وتبحث عن ناموس الشوط الرئيسي، شوط الأشواط 300 متر الأخيرة المركز، وتابع العروض. بدت العروض مع الهدة مع الهدة. سلام يا ابناء بالروية على عروض الهدة مع المركز الأول. سق الله دارك يا مالك الهدة على هذه العروض اللي تتقدم مع الشوط الرئيسي. سلام، والتوقيت التوقيت في خطر. تهانينا لمالك الهدة عبد الله بن علي بالروية الدرعي، واسعد الله صباحك على ناموس الشوط الرئيسي مع الهدة. المركز الثاني وصلت هنا الشاهنية أحمد بسيب الغاوي الدرعي. المركز الثالث وصلت أيها الحبل الكريم. إذن نلتمس العذر، التوقيت الزمني إذن دقيقتين واحد عشر ثانية. تهانينا، دقيقتين واحد عشر ثانية و 34 جزءا من ثانية. ما شاء الله كان الحدث وكان العروض مع الهدة. تهانينا لأبناء بالروية كافة، تهاني عبد الله بن علي بالروية الدرعي على ناموس الهدة بالشوط الرئيسي المثير. تهانينا والناموس.